ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نرمين من قناة افكار حلوة مع نرمين. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير للفيديو. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. زي ما انتوا شايفين ده زي طبق كده بلاستيك كبير بيضاوي بقى مدور، اي حاجة يعني هتنفع عادي واي حجم برضو. هبدأ ان انا اقيس المقاس اللي انا عايزاه. طبعا انا قست على عشان في جزء اللي هو كان ليه زي ايدين كده، فانا عايزة بقى قصيت يعني تحت الجزء ده، قصدي انا هقص تحته، هقطع تحته، فقست على مقاسه وبعد كده قطعتها بالقطر بقى او بسكينة كده نسخنها ونبدأ نقطع على الحرف اللي احنا كنا عاملينه. وبعد كده بقيس 1.5 سنتي من فوق، بفضل اقيس، او من تحت 1.5 سنتي، يعني كل دي 1.5 1.5. وبعد كده بنزل بالمسطرة. وبعد كده عملت يعني الجزء اللي على الحرف ده، بعد طبعا ما فرغته عملت 1 سنتي سايباه فوق ومن تحت ومن فوق. وبعد كده هجيب ده ورق كرافت او ورق جرايد، ودي عصاية الشيش طاووق، وانا عاملاها طبعا بالشكل المستطيل ده، ونبدأ ان احنا نعمله كده بالشكل ده بايدينا، نفضل نلف كده. بعد كده نحط غيرة ونشد العصاية، يبقى بالشكل ده كده معانا. هنعمل منه كذا واحدة، وهحط بقى الزق من جوه بالشمع الحرف الاولاني من اللي هي بقى الورق اللي انا كنت برماه ده، وابدا ان انا ادخله بقى كده واطلعه من الناحيه التانية بالشكل ده. انا عامله ورق كرافت، الورق كرافت بيبقى موجود في المكتبات. انا عاملاه ليه ورق من الورق الكرافت؟ علشان انا مش عايزه اغير، يعني هسيبه على لونه كده، لكن اللي مش عنده ممكن يستخدم ورق الجرايد، وبعد كده يدهن بقى الورق بعد ما يخلص خالص باللون اللي هو عايزه. نفضل نعمل كده بالطريقة دي وننزل بإيدينا كده علشان يبقى يعني الورق نزل للآخر. طبعا زي ما قلت لكم ان انا سايبة حتة من تحت وحتة من فوق، مش يعني سايباها مش قطعاها، عاملة دول بس اللي هو كنت عاملها بال1.5 سنتي زي ما كنت قايله لكم. بعد كده بقى لما بتخلص بنروح يعني بنقص كده ونحط، نركب واحدة تانية مكانها جواها. اهلا هتشده جامد. ممكن انا بعمل نقطة من الشمع قبل ما احط الجزء التاني، يعني بحط في الحرف الاولاني اللي انا هركبه في اللي هو اللي انا بعمله حتة كده من الشمع، وامسكها لما بدخلها كده امسكها شوية عشان لو شديت جامد ما تطلعش معايا. وابدأ بقى ان انا اهو زي بوريكو شكلها بقى لما ابتديت يعني اعمل كذا مرة فوق بعض. طريقة يعني سهلة جدا، بس بنزق ايدينا كل ما نعمل كده نزق بايدينا لتحت وبنطلعها وندخلها، يعني بنسيب واحدة وندخل واحدة. اهو بصوا انا بوريكو تاني، اهي بص عملت دورتها كده بايدي لفتها وحتة شمع، وبعد كده بروح حاطة الناحية التانية واكمل هنا. طبعا بعد ما خلصتها خلاص كده كلها الحاجات اللي هي الحتت اللي انا كنت سايباها ما فرغتهاش طبعا عشان دي اللي ماسكة العلبة. وهجيب بقى بقية الورق بتاعي واحط شمع والف كده بيه، اغطي بيه الاجزاء البيضة ديت. الناس الاول مرة تشوفني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللي عجبوا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش بتعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني، وما تنسوش تعملوا لايك علشان الفيديو يترفع ويتشاهد يعني، وعشان كمان القناة لسه صغيرة وتكبر وتشجعوها. هنا طبعا انا بعد ما عملت من فوق ومن تحت بالورق الكرافت، هنا ده بقيت الجزء اللي فوق اللي انا قصيته وعملت منه ايدين، قطعته كده برضو يعني بالسكينة كده سخنتها عشان هي خامتها جامدة شوية، فكنت بقطع بالسكينة كان القطر مش نافع.
دي طبعا اللي هتبقى الايدين، وهبدأ احط كده اتنين لزقتهم مع بعض. ممكن اللي مش عايز يعمل اتنينات كده ممكن يستخدم واحدة واحدة، يعني يعمل واحدة يلفها وبعدين لما يخلصها يحط غيرها. اهو بالشكل ده كده نلف. لحد ما خلصناها بقت دي الايدين بتاعتنا. هتبقى بالشكل ده كده. هنا بقى ده القماش، نجيب اي نوع قماش يعجبنا ومتوفر عندنا، بنقص على قد الحجم بتاعها كده، بنشوف من بره عاملة ازاي. وبعد كده برضو دي القاعدة بحط برضو كده على القماش وحدد بيها، وبعد كده اقص. وهبدأ ان انا اخيط بقى كل ده في بعضه، القاعدة في الجزء اللي هو القماش التاني، وهنا انا هخليها من بره، هتبقى من بره مش من جوه الايدين بتاعت السبت اللي احنا بنعمله. هنا بعد ما خيطته في بعضه وخيطت الحروف بتاعته وعملت فتحتين علشان الايد، وكمان عملت ناحيتين كده علشان اربط بيها الكسوة اللي انا عاملاها ديت، عشان كمان لما تتوسخ اشيلها واغسلها وارجع احطها تاني. يعني انا ما حبيتش ان انا الزقها، انا حبيت ان انا اعملها بتتشال وتتحط علشان تتغسل. بظبط بس المكان عشان يعني اظبطها علشان الزق عليها، اشوف المكان اللي هحط فيه الايدين. طبعا هيبقى يعتبر في النص بالظبط، هتبقى كده. نحط شمع، وامسك بايدي كويس حبة كده حلوين لحد ما تنشف. بعد كده اجي للناحية التانية بنفس الطريقة. ونمسكها برضو لحد ما تنشف، وبعد كده نربط الرباط اللي احنا عاملينه من الناحيتين. هنا بعد ما ربطتها ده يعتبر الشكل النهائي، بقت عيشة بقى نستخدمها نحطها على السفرة، نحط فيها العيش بتاعنا، عيش بلدي، عيش فينو، نحط خضار، نحط فاكهة، نحطها في المطبخ نخزن فيها اي حاجة. يعني هي يعتبر سبت للتخزين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله.